أسئلة. تقول إحدى الأخوات: ما الحكم في زوج يرفض أن تنجب زوجته؟ تقول: ويجبرني على أن أخذ موانع للحمل. ليس له ذلك، المرأة لها حق في الولد كما أن الزوج له حق في الولد، لكل من الزوجين الحق في الولد، فليس له أن يمنع زوجته من الإنجاب، فهذا المنع منع في غير محله، ولا يلزمها أن تطيعه في ذلك، ولها أن تمتنع عن أخذ موانع الحمل، لأن لها حق في الولد كما أن للزوج حق في الولد. هل لهما أن يشترطا في عقد الزواج، أما الزوج أو الزوجة، بعدم الإنجاب؟ هذا الشرط شرط غير صحيح، هذا الشرط إذا وجد هو شرط غير صحيح، لأن من مقاصد النكاح الإنجاب وتحصيل الذرية، فهذا شرط ينافي مقتضى عقد النكاح.